السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. اليوم وصفة جديدة في قناة مطبخ أميرة. اليوم إن شاء الله نقدم لكم ميني بيتزا بشكل جديد، كتجي رائعة جدا، عجين مميز وحشوة لذيذة. بقوا معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. نبدأ على بركة الله. المقادير إن شاء الله بسيطة ومكونات كتكون موجودة في البيت. نحتاج أول حاجة عندي هنايا كيس ديال خميرة الحلويات من 8 غرام، وعندي هنا 250 غرام ديال الدقيق الأبيض ما يعادل 2 كؤوس ديال العنبة. عندي هنايا الخميرة الفورية ملعقة صغيرة مع قليل من السكر والماء الدافي، خليته هنا باش تتفاعل ليا مزيان. هي هادي. عندي هنا كأس الحليب يكون دافي. عندي هنا الزبادي يكون طبيعي بدون سكر. عندي هنا 2 بيضات، كنحتاج كذلك قليل من البزار وقليل من الملح، ونصف كاس ديال الزيت ديال زيت الزيتون. اللي بغى يدير الزيت النباتي ممكن، ولكن افضل يكون زيت الزيتون. وهادو المول العجيب اللي غنستعملو ان شاء الله، ميني ديال المول. بغيتو تستعملوها في المول كبير ماشي مشكل. هادو هما المقادير البنات، مقادير بسيطه. دابا غنمشيو نبدا على بركه الله الطريق. بركه الله. جبت هنا الاناء اللي غادي نخلط فيه ان شاء الله. غادي نوضع 2 بيضات، نوضع 2 البيض، نوضع معاهم القليل من الابزار وقليل من الملح، نوضع كذلك نصف كاس ديال زيت الزيتون. لو بغيتو ديروهم في الخلاط ممكن ديروهم في الخلاط، انا غادي نخلط غير يداوي. وكذلك الكأس الحليب يكون دافي باش تفاعل لينا الخميرة، ضروري يكون دافي بهذه الطريقة. خلطوهم، نضيف كذلك الزبادي بالنكهة تكون بدون سكر طبيعي. نضع الزبادي هنا، كتجي هاد البيتزا رطبة وزوينة. جربتو هاد المقادير سهلة. طلب هاد المكونات. غادي نضيف دابا الخميرة تفاعلت لينا مع قليل من السكر. كي دغيا كتطلع لينا الخميرة. بالنسبة للخميرة على حسب الجو، دابا الجو حار غنديرو غير قليل من الخميرة على حسب البرد. في البرد كديرو على حسب الجو نتوما كديرو الخميرة. غادي نبدا نطرب هادو مزيان، وغادي نبدا نزيد في الدقيق. شوفو البنات طربناهم، دابا غادي نبداو نزيدو في الدقيق وفي الخميرة الحلويات. ضفنا الخميرة في الدقيق وغادي نبداو نزيدو شوية بشوية وحنا كنطربو. بغيتو ديروها بالطراب الكهربائي كديروها باللي بغيتو، ولكن ساهلة هي، ديروها باليداوي متاخدش منكم الوقت. وغادي نبداو نطربو بحال اللي غادي تخدمو الكيكة البنات. تنكملو الدقيق اللي عندنا. غادي نخلطو العجين ديالنا مزيان ونزيدوا الدقيق، كميه الدقيق اللي بقات لينا كذلك بتدريجيا، وغنخلطوا مزيان ما يبقاوش لينا داك الحبيبات ديال الدقيق. وضروري الدقيق انكم تغربلوه عاد تخدموا باش ما يبقاش لينا مكور لينا العجين. غادي نخلطوه مزيان البنات كما كتشوفوا، وغادي نغطيوه بالغطاء البلاستيكي وغادي نخليوه يخمر من 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه على حسب الجو البنات. ونخليوه دابا يخمر. من بعد ما خمر البنات غادي ندهن دابا في المول ديالي. انايا فضلت ندير لي مول صغار، نتوما الا بغيتو ديرو كبير
ماشي مشكل على حسب، ولكن بحال هكا لي مول صغار كيعطي واحد المنظر هائل للمائده الافطار ان شاء الله. بحال هكا كل واحد كياخد قطعه ديال الميني بيتزا كتجي رائعه. غادي ندهنوها البنات بالزبده، وكذلك غادي نرشو بالدقيق الابيض، غادي نرشو وغادي نكملو لي مول ديالنا كامل، وغادي نبداو نوضعو العجين ديالنا كما كتشوفوا طريقه سهله. في هاد الاثناء وضعت الفرن كيسخن، خليته كيسخن. دابا غادي نوضع الكميه العجين ديالي في الليمول، ومن احسن انكم العجين ما تكثروش منه باش ما يجيش لكم الميني بيتزا غليظه. من افضل انكم ديروا الكميه على حسب الليمول، يعني تكون بحال هكا انا درت جوج ملعقات على حسب الملعقه اللي عندي. وكنكمل بنفس الطريقه الليمول ديالي كامله، وغادي ندخلهم الفرن نخليهم يطيبوا كيف ما كنطيبوا الكيك ديالنا. دابا الفرن كيسخن، غادي نكمل دابا العجين ديالي في الليمول كامله، وغادي نوضعه في الفرن، وغادي نحضر معاكم الحشوه ان شاء الله. في المقلاة غادي نوضع زيت الزيتون، المقلاة راه سخنتها البنات. غادي نوضع البصل، البصل ضفت عليه شويه الملح والبزار، وكذلك فصوص الثومه حبتين فقط حكيتهم. وغادي نبدا نشحر في البصله ديالنا غير شويه تدبل لينا شويه، غنضيف عليها صدر الدجاج. بالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه، ممكن تعوضوا صدر الدجاج بالكفته باللي بغيتوا. انايا دائما كيكون عندي الدجاج كنحيد منه الصدر كنخليه بحال هكا في الحشوات. بالنسبه كذلك الفلفل عندي في المجمد، كاين فلفل اخضر احمر محتفظه به من التحضيرات ديال رمضان. بالنسبه ملي كيكون مجمد خاصني النار تكون مرتفعه باش ما يطلقش لينا الماء، وكنبدا نشحر فيهم مزيان كما كتشوفوا تيطلقوا مع بعضياتهم. ودابايا غادي نوضع ملعقتين ديال الفلفل الاحمر، وغادي نوضع كذلك الزعتر كيعطينا واحد التنسيمه زوينه بالنسبه للبيتزا. صافي، وغادي نخلطوا هاد العناصر مزيان تيندمجوا مع بعض ويطيبوا مزيان. وغادي نوضع كذلك الطماطم نشحرهم بعدا مزيان كما كتشوفوا. من بعد ما تشحروا مزيان غادي نوضع الطماطم، حنا حبتين طماطم صغيره حيت من الزريعه وكذلك القشور، وقطعتها وضعتها كذلك. غادي نخلطوهم مزيان البنات، ومن يطيبون نخليهم على جنب. من بعد ما طابوا ليا العجين ديالنا غادي نزولهم من المول كما كتشوفوا، نحيدهم. انتو كتشوفوا كل العجين ما جاش غليظ، كيجي على هذا الشكل وكنبقى وكيخرج كيطيبوا يعني بسهوله كما كتشوفوا. غادي نستمر تنحيد العجين كله من المول، وغادي نضيف الحشوه ونضعهم في الصينيه اللي غادي تدخل الفرن. وغادي نبدا نحط نوضع الحشوه كما كتشوفوا، الحشوه طيبه. وغادي نوضع كذلك الجبن، اذا حبيتوا انكم طيبوه في وقت الافطار كيكون ساهل جاهز، فقط حيت العجين ديالي طيب كذلك الحشوه طيبه، يبقى لينا الا نذوبوا الجبن في الفرن، يعني ما يبقاش لكم بزاف ممكن تخليوه في الفطار. دابا انا غادي ندير نكمل الحشوه اللي كتشوفوا، غادي نوضع الجبن وكذلك الزيتون الاسود، وغادي نوضعهم في الفرن حتى يذوب ليا الجبن، ونحضرهم ان شاء الله في التقديم تشوفوا الشكل النهائي. انتو كما كتشوفوا الحشوه بسيطه والعجين كيجي رطب ورائع ما نقولش لكم. ونلتقاو في التقديم البنات. انتو كتشوفوا غادي نستمروا بنفس الشكل حتى كنكملوا العجين ديالنا، نوضعوا الجبن كذلك، وغنزينهم كذلك بالزيتون الاسود، وغادي نوضعهم في الفرن غير يذوب الجبن ونتلاقاو في التقديم ان شاء الله. من بعد ما خرجناهم من الفرن البنات كيجي على هذا الشكل، كيجي روعه ما نقولش لكم، رطب والعجينه رائعه البنات، والشكل ديالهم كذلك كيجي روعه. انتو كتشوفوا راه كيجي هشيش وزوين البنات، جربوه طريقه سهله ومبسطه، يجي على هذا الشكل ساهل البنات. وما تنساونيش من اللايك البنات، اللايك. انتو كتشوفوا العجين رائع،
واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أبوني وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل وصفاتنا إن شاء الله للمزيد والمزيد من الوصفات رمضانية. وكل عام وأنتم بألف خير، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. مع السلامة.